بالنسبه بقى للماتشات المتبقيه كانت بنتابعها برضو امبارح، بيراميدز بيفوز على فريق طلائع الجيش برباعيه مقابل هدفين، سجل عربي بدر للجيش في الدقيقه 14، بعدها رد بيراميدز باربع اهداف عن طريق عبد الله مجدي وكريم حافظ ومحمود فتح الله في مرمى، ثم اخيرا محمود صابر انتهى الفوز باربع اهداف مقابل هدف مش هدفين، علشان يكون بيامن بيراميدز موقفه في وصافه جدول الدوري في موسم من افضل مواسمه برصيد 70 نقطة، وبيبقى طلائع الجيش في المركز ال 14 برصيد 36 نقطة. المباراة الأخيرة جمعت ما بين البنك الأهلي مع فيوتشر وانتهت بفوز غالي للبنك الأهلي بهدف سجله كريم بامبو في الدقيقة 79 علشان يكون بيحتل المركز ال 11 برصيد 39 نقطة، وبيبقى فيوتشر في المركز الرابع برصيد 58 نقطة. كامل التحية لفريق البنك الأهلي، هو من الفرق اللي البداية كانت متعثرة وكان موجود في يعني مؤخرة جدول الدوري، ولكن قدر تحت قيادة مستر بابا فاسيليو اللي كانت بصمته مع المحلة لما تولى قيادته فرق معاه بشكل كبير جدا جدا، وقدر ان هو يكون بياخده من المكان الصعب وكل الضغوط اللي كانت على الفريق ده ويوصل بيه للمركز ال 11، فاكيد انجاز كبير جدا يحسب للعيبه وللجهاز الفني والمجلس اداره فريق البنك الاهلي ان هو بعد البدايه المتعثره دي يقدر يتدارك الموقف ويوصل لمركز مطمئن ويحافظ على حظوظه للتواجد في بطوله الدوري للموسم القادم. بالنسبة بقى للنهاردة عندنا ثلاث مباريات في بطولة الدوري، وعندنا مواجهة ما بين الفريق أو نادي المصري بورسعيدي مع فريق سموحة في محاولة طبعا الكل يكون بينهي بطولة الدوري بالثلاث نقط وبالنتيجة الإيجابية علشان نشوف حالة نفسية في بداية الموسم اللي جاي جيدة. نتكلم أن النادي المصري فيها مركز الخامس عنده 47 نقطة، سموحة موجود في المركز العاشر عنده 39 نقطة، والمباراة الثانية هتكون ما بين ام بي مع سيراميكا كيلوباترا، وهي مباراة برضو ان انت تكون بتختم الدوري بشكل جيد، ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة للعيبة وبالنسبة للأجهزة الفنية. امبي عنده 42 نقطة في المركز الثامن وعنده فرصة ان هو يتقدم كم مركز في نفس الوقت سيراميكا كيلوباترا حسن بقائه في جدول الدوري بعد فوز هام على فريق بيراميدز في الجولة السابقة، و دلوقتي نتكلم ان عنده 37 نقطة موجود في المركز ال 12. يعني ده شكل المباريات اللي احنا بنتكلم عليها، والجانب طبعا مباراة أخيرة وهي مواجهة النادي الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري، وهي أيضا مباراة لتحسين المراكز. الاتحاد مع مدربه زوران مانولوفيتش عنده 43 نقطة موجود في المركز السابع، وآخر مباراة تعادل مع المقاولين بدون أهداف. في المقابل نادي الإسماعيلي واللي حسم بقائه في بطولة الدوري ولكن بصعوبة كبيرة جدا عنده من النقاط 37 نقطة، وفي آخر مباراة فاز على الداخلية بهدف. ده الوضع الحالي بالنسبة لبطولة الدوري المصري واللي كانت على أشدها يعني نقدر نقول في المنافسة المتعلقة بمين هيكون بيودع بطولة الدوري في نهاية هذا الموسم. شفنا أندية كتيرة جدا كانت نقطها قريبة من بعض، ممكن من مركز ال 11 بقى لل 18، أنت بتتكلم عن فرق نقط بسيط جدا، لقاء ممكن يغير لك شكلك خالص، يا إما يقربك من منطقة دافع يا إما يقربك من الصراع للهروب من الهبوط. فنتمنى إن احنا في الموسم اللي جاي نشوف نفس المنافسة القوية دي والاقتراب في النقاط، ولكن في المقدمة نكون بنستمتع كمان بشكل أكبر.